السلام عليكم. المشكل اللي عندنا ان هذا الموقف تنتوضعوا فيه لمده 7 سنوات، في الصغير في الكبير تنوقعوا فيه. شنو هو هذا الموقف؟ المشكل انهم ما تيدوزوش لنا الاجر ديالنا في الوقت ديالو، الوقت ديالو اللي دايرين اننا دايرين محضر مع السيد الباشا، مع السيده الرئيسه، مع الشركه، ان نهار 5 خاصني نكون مخلص انا، ماشي نهار 5 عاش الرئيسه تعطي الديكونت للشركه والشركه ما غاديش تدوز لنا الفلوس حتى الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي عندنا ناس اللي شريك في البنك ديال القرض الفلاحي انه تيشد لك 48 ساعه، يعني الا دفعتها 2 حتى الاربعه عاش غادي تدوز لك فلوس. الاربعه عيد، الخميس عيد، الجمعه عيد، السبت عطله، الاحد عطله، اذا ما غاتخلصش الاثنين الجاي. شنو هو هذا الشيء؟ وهذا المشكل تنوقعوا فيه كل عام، كل عام تنوقعوا فيه، ما بقاوش يلقاو ليه حل. ودابا السيده الرئيسه جات تقول لك نلقاو حل هذا السبت والحد، لا حشومه ما كنتوش ديروا سميتو الاضراب السبت والحد. انا عندي الحق ندير اضراب في اي وقت، وقت اللي كنت مضرر خاصني ندير سميتو. والسلام عليكم. شكرا. اذا كما لاحظت